استغلت 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار تعليم المرأة يصنع السلام مطرانية السوريان الكاثوليك ومركز الإغاثة والتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أقام على مسرح اتحاد العمال في دمشق الفعالية الختامية للحملة بحضور رسمي وأهلي. نحن أخذين شعار قلنا بناء المرأة من جديد أو تفعيل دور المرأة لتعيد بناء البلد من الأساس، مثل ما بنعرف أنه المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الصديقة، هي اللي ممكن تساهم ببناء الجيل عن طريق نقل الوعي والثقافة والابتعاد عن الخطأ اللي ممكن كان حصل سبب بهي الأزمة، هي تقدر تنقل لهذا الطفل هالتجربة. تضمنت الفعالية عرض فيلم تناول جميع نشاطات وفعاليات الحملة خلال 16 يوماً، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان تاء التأنيث المتحركة، يتناول موضوع تعنيف الأنثى في جميع المراحل العمرية. نحن حاطين كل المشاكل اللي تعرضت لها المرأة بالحياة موجودة بهذا العرض، بقلبين درامي وكوميدي لنفرجي العالم انه نحن فيلو الرجل والمرأة يكونوا مبسوطين مع بعضهم وبنفس الوقت فيلون يكونوا في تضاد ومشاكل مع بعضهم. هلا العرض نحن عم نحكي فيه عن تعنيف المرأة من اول ما بتبتدي طفلة، بعدين لما تصير بحالة الصبا، بعدين حتى لما تصير كبيرة زوجة، وبنفس الوقت اذا كانت تعنيف الام، بنفس الوقت حكينا عن تأنيف الأم لبنتها من خلال العادات والتقاليد تضطر الأم إنه ترضخ لها شيء. شخصية حياة هي شخصية الأنثى المعنفة، هلا ليش أنثى ما إنها مرأة؟ لأنه من صغرها معنفة، يعني الأنثى بشكل عام كانت صغيرة أو صبية أو كبيرة بالعمر معنفة، يعني كل أنثى فينا بهذا المجتمع معنف بطريقة معينة. خلال الفعالية تم تكريم أعضاء مركز الإغاثة والتنمية على جهودهم المستمرة والمثمرة لدعم المرأة، بالإضافة إلى تكريم سلوى العبد الله وزيرة الدولة لشؤون المنظمات المحلية كشريك أساسي في هذه الجهود وكمثال للمرأة القادرة والمتمكنة. فستظل المرأة المنارة والنواة الأساسية لبناء المجتمع في أي بقعة من أنحاء العالم، فالمرأة هي الأم والمعلمة والحبيبة والأخت والصديقة والأرض. المرأة هي الوطن.